هذا البرنامج برعاية أهلا وسهلا بحضراتكم في فقرتنا الثانية من حلقتنا من داخل المعرض الدائم لنباتات الزينة والأشجار المثمرة ومستلزماتها في وزارة الزراعة أمام نادي الصين. فقرتنا الثانية مع رجل يصنف في مصر بأنه أحد أبناء مدرسة الزراعة الحيوية أو الزراعة العضوية أو الزراعة الطبيعية. مهندس محمد عاطف ضيفي في الفقرة دي اتخرج من كلية الزراعة جامعة عين شمس، معرفش سنة كام هو يعرف بنفسه، لكنه للأمانة من الناس اللي أجادوا في خدمة الزراعة الحيوية أو العضوية أو الأورجانيك زي ما احنا بنقول. أهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا وسهلا. من جناح شركة كنان للتنمية الزراعية اللي حضرتك بتمثلها ومركز مستدام، أولا مستدام ده جاي منين وكنان جاي منين وماذا تقصد بالاسمين دول الأول بسرعة يعني ممكن يبقى لهم علاقة باللي احنا فيه؟ هي كلمة كنان مستدام هي شراكة ما بين شركتين يعني، وكلمة مستدام دي يعني جاية من الاستدامبيلتي اللي هي الاستدامة استدامة الحياة أو التنمية المستدامة. فإحنا قلنا نخلي اللوجو بتاعنا أو الكلمة دي معبرة عن منتجاتنا. منتجاتكم النهاردة لو حد جاي من الناس اللي هم قاصدين وزارة الزراعة أو هذا المعرض، جاي ياخد شتلة أو جاي يزرع جنينة أو جاي ياخد قصرية يحطها في بلكونته، من أول نبتة الاستيفيا المحليات الطبيعية البديل للسكر إلى الزهر البلدي إلى الجوري إلى الفاكهة المقزمة، كل اللي قلناه في الفقرة الأولى، هيجي عند حضرتك ياخد إيه؟ أنت النهاردة جناحك ده بيمثل إيه؟ موفر له إيه؟ أنا الجناح بتاعي بيوفر ببعد عن الأسمدة الكيماوية والمبيدات. فأنت لو أنت راجل عندك شتلات، عندك مكان حديقة صغيرة، فأنا بحاول أخليك تستبدل الأسمدة الكيماوية والمعدنية بأسمدة طبيعية وحيوية. ده بيوفر كتير. أنت لو تشتغل شوية خضار تقدر تنتج منتجات كلها آمنة، علاوة على أسعار الأسمدة الكيماوية اللي هي في ارتفاع عالي جدا. فإحنا باستمرار بنقول الأسمدة العضوية أو الحيوية بتبقى أسعارها أقل كتير جدا، وفي نفس الوقت احنا بنتمشى مع سياسه الدوله اللي هي عايزه تروح الانتاج العضوي، خاصه عارفين في قانون الزراعه العضويه طلع والصيغه التنفيذيه طلعت، يعني معنى كده ده اتجاه الدوله ان القياده السياسيه بتحتم او هي بتقول لازم نتجه للانتاج العضوي عشان خاطر نعرف نصدر وعشان صحه المواطن. بس هناك من يقول او يدعي او نقول ايه يجترئ على الزراعه العضويه ويقول ان الزراعه العضويه إنتاجها دائما ما بيكونش 30% من الزراعة التي تعتمد على التسميد الكيماوي. رأي حضرتك إيه؟ تدافع عن نفسك وعن اتجاهك إزاي؟ طبعا الكلام ده دي مقولة إحنا بسمعها، ودي لها أغراض لأصحاب شركات الأسمدة المعدنية والكيماوية الكبيرة، هما بيروجوا للفكرة دي. لكن أنا بحكم إن أنا دارس وزراعة عضوية صح وحضر كذا ورشة كبيرة ودورات كبيرة، الزراعة العضوية هي موفرة، الزراعة العضوية هي زراعة تراكمية، يعني الأسمدة المعدنية حضرتك هتلاقيها بتستنزف من الأرض، لكن أنا ما بشتغل بالأسمدة العضوية والحيوية، هي أسمدة تراكمية، يعني هو شعب بيعيش جوه التربة، مجموعة مايكرو أورجانيزم موجودة جوه التربة فهي بتزيد، يعني أنا ما بستنزفش التربة، هي أعداد من كائنات الحياة الدقيقة موجودة في التربة وظيفتها بتتكسر وتزيد. غير ما بستخدم أسمدة معدنية، حطيت يوريا، حطيت NPK، حطيت نترات نشادر، فبيحصل النبات بيعمل ايه؟ بيعمل ازاحة ليها ويبتدي يشتغل، اضطر انا احط تاني أسمدة معدنية. ده خلاف ان الانتاج العضوي هو تقدر تقول بيقل فعلا بنسبة حوالي 20%، لكن تكلفته اقل. المقولة اللي بتقول ان الأسمدة التسميد العضوي والحيوي اغلى من التسميد الكيماوي دي مقوله فاشله. لا ما حدش قال اغلى، ولكن قال انتاجه اقل. انتاجه اقل فعلا، مش لو انا حسبت، لكن عاوز تقول لي ان قيمه المنتجات المزروعه عضويا او اورجانيك بالظبط. بس ما حدش، احنا كلنا بندخل السوبر ماركت نقول لك اشتري بطاطس وبس،
الدرج اللي بيبقى فيه 10 كيلو بطاطس اورجانيك بيخلصهم. الكلام ده بيتقلنا بيقوم نائل من الزراعات العادية حاططها في الخانة بتاع الاورجانيك علشان الجماعة اللي عندهم هوس الاورجانيك يروح يشتري، ولو راح حللها هيلاقيها برضو زراعات عادية. الدولة في رقابة جامدة جدا بقى لنا حوالي بتاع سنتين في رقابة، وانا شايف هي الدولة هتحط على كل على كل درام فاكهة او خضرة في محل هتحط عليه رقابة. حضرتك انا كصاحب سوبر ماركت، ولا الرقابة لازم تبقى هنا في الضمير؟ الرقابة هي طبعا رقابة جوهرية جوه كل انسان يكون عارف، بس لازم نعرف ان دلوقتي في عملية تكويد المزارع، واي سوبر ماركت كبير بيضطر يروح ليشوف شركة او مزرعة عندها تكويد مكودة شغلها بتبيع منتجات عضوية وبتحطها. فما اعتقدش ان دلوقتي اي سوبر ماركت محترم يقدر يجيب حاجات مش اورجانيك يحطها ويبيعها سنه حاجات عضويه. الموضوع ما بقاش زي زمان، اصبح في كنترول من الدوله، وانا شايف ان في بقى لنا سنتين في شويه مزارع شغالين في الانتاج العضوي، واللي احنا بنسميها حتى الزراعه النظيفه. مش لازم انا اكون عندي الشروط الاوروبيه في التصدير، ولكن ممكن انا اعتمد على بعض الاسمده والمركبات اللي تخلي منتجي صحي وامن. المهندس محمد عاطف بيرجعني لمشروع قديم جدا اتكلمنا عنه من اكتر من 10 سنين ونادينا بيه وخاطبنا بيه وزارة الزراعة من وزراء سابقين من بعد المرحوم الراهب الاستاذ دكتور يوسف والي رحمة الله عليه. وكان بطل هذا السلوجن اللي انا هقوله علشان ارجع الشيء لاصله هو الاستاذ الدكتور احمد ابو اليزيد اللي هو استاذ البساتين في جامعة عين شمس، وحاليا رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر. الراجل في حلقات سابقة معايا في برنامج الأرض على قناة مصر الزراعية قال احنا محتاجين مشروع قومي اسمه المشروع القومي لصيانة التربة المصرية. يعني ايه صيانة التربة المصرية؟ زي ما المهندس محمد عاطف بيقول التربة المصرية اصبحت مريضة. مريضة بسبب ايه؟ بسبب التراكم والإسراف والإفراط في استخدام الأسمدة الكيماوية اللي هي بتتراكم جيل ورا جيل وزرعة ورا زرعة، وممكن تعمل لنا طبقة صماء. نتيجة الطبقة الصماء دي بيحصل كومبليكس أو معقدات بين عناصر سمادية كيميائية معينة عملت تحالفات بروابط كيميائية وعدت معقدات الزرع مش قادر يتعرف عليها. طب عشان يتعرف عليها أعمل إيه؟ لازم أنزل الطباخ الإلهي. الطباخ الإلهي هو إيه؟ الميكرو أورجانيزم الطبيعي اللي ربنا خلقه، البكتيريا. في مجموعات بكتيرية نافعة وفطريات نافعة بنقدر نحقنها في التربة تعيش على هذه المعقدات. الغذاء بتاعها هو تكسير هذه الروابط، تاخد حاجة من هنا تشتغل علاقة تكافلية بينها وبين العناصر الموجودة في التربة. ممكن تسكن في قلب الجذور بتاع النباتات فتخلصها من حاجات كتير جدا، زي مثلا تقابل فطر من فطريات اعفان الجذور، تقابل مثلا جرثومة من حيوانات النماتودة بتدمرها تدمير. هي مش قصدها لكن هي عاوزة تعيش، والعيشة بتاعتها عيشة تكافلية، لازم تسكن الجذور فتقوم تدمر هذه الجيوش، جيوش الأعداء اللي موجودة الممرضة للتربة، معاها إنها تعيد تسهيل أو تسيير أو تفكيك العناصر المعقدة، تلاقي صهيارة البوتاسيوم للنبات، الفسفور للنبات، الأزوت تثبتته جويا من خلال تثبيت النيتروجين الجديد، بتيسر عناصر كتيرة جدا. لكن يا باشمهندس عاوز أقول لك إن القاعدة أيضا بتقول المادة لا تفنى ولا تخلق من العدم. إذا لم يوجد البوتاسيوم ولا الفسفور أساسا في أرض فقيرة، هتقول لي أن التسميد الحيوي أو العضوي وحده كفيل بأنه يقيم أود النبات أو يطلع لإنتاج زراعي؟ لما القاعدة بتقول لولا التسميد الكيماوي كان العالم جاع. يعني الأسمدة الكيماوية وفقا لكل الدراسات العالمية الأمريكية والأوروبية ومنها مجتمعات نظيفة ومحترمة قالت لك ان التسميد الكيماوي حاليا هو المسؤول عن اطعام ثلثي شعب الكره الارضيه. طبعا سؤال خطير جدا وسؤال محترم يعني اجابته طويله، بس لازم نعرفه ان من ساعه ما السد العالي اتعمل حجز كميه كبيره جدا 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 من حاجه بنسميها الليم كلي او التربه الصفراء اللي كانت تحتوي على كميه عناصر صغرى وعناصر كبرى رهيبه جدا ايام الفيضان بتاع نهر النيل. فطبعا لما اتعمل السد العالي اتحجبت هذه الطبية الخفيفة دي الموجودة، وبالتالي الأرض بتاعتنا ما بقتش خصبة. علاوة على توالي الأزمنة واتجاه للأسمدة الكيماوية عملت مشاكل جامدة جدا جدا وأصبحت التربة فقيرة جدا جدا جدا. ولكن ردا على السؤال إزاي النبات يحصل على عنصر البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين العناصر الكبرى والصغرى، طبعا لازم نعرف إن في عندنا إحدى الشركات في مصر بتنتج حاجة اسمها مخلوط الأهرام أو روك داست،
وهذا مخلوط الأورام يحتوي على عناصر بوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم كلها خامية أو خامات حجرية أو طبيعية للمحاجر بالضبط يعني. ونضطر نستخدم معها بعض المركبات، وزي ما احنا عارفين صندوق المنظمة الزراعية بينتج مركبات زي مؤثرات الفسفور ومؤثرات البوتاسيوم ومثبتات الأزوت، كل دي بتخش على روك داست أو مخلوط الأهرام بتبتدي تحلله وتحوله من صورة غير ميسرة لصورة ميسرة. علاوة على يعني انت عاوزني أعمل المصنع في الجورة بتاع النبات؟ طب ما أنا عندي مصانع كيماوية معمولة بتجيب صخر الفوسفات وبتجيب كلوريد البوتاسيوم وبتدخله في عمليات وفي مصانع واستثمارات وبتطلع لي سماد البوتاسيوم الذواب كامل، خدت بال حضرتك اللي هو كبريتات البوتاسيوم، وبتطلع لي خام الفوسفور في صورة سنجل سوبر فوسفيت ومونوسو سوبر فوسفيت وفوسفايت ايه، يعني حاجات كتيرة جدا بتطلع. الحاجات دي ما بقدرش استخدمها، يعني مثلا السوبر فوسفات هو عباره عن خام الفوسفات محمد كبريتيك، نعم. فتعاملته بكيماويات خلاص ما بقدرش استخدمه في زراعه عضويه او زراعه الامنه او زراعه نظيفه، فانا بجيب خام الفوسفات وابتدي اعامله بمؤثر الفوسفور بالبكتيريا بالظبط. يعني بدل ما احط حمض الكبريتيك بالزبط. انا بحط الايه؟ بحط البكتيريا لا في عندنا الاي ام، ده الاي ام مهم بتاع وزاره الزراعه، وزاره الزراعه مخصب لاكتوباسيلس بكتيريا اللبن مخصب عالي جدا، في كميه سيتوكينين عاليه جدا، وكميه بعض الطحالب القليله فيها بكتيريات هي اساسا لاكتوباسيلس، فده مهم جدا. بنضيف كمان عندنا المركب اللي هو خل الخشب، برضو مركب من ضمن المركبات اللي بتقلل بي اتش التربه وبالتالي تيسر العناصر في التربه، هنلاقي برضو في بعض العناصر بتحتاج ان يكون الوصل بتاعها متعادل او كده، فيقدر خل الخشب يقوم بالعمليه دي. علاوه على عندنا الفطر الميكروهايزا، ده موضوع كبير جدا اللي بنسميه طباخ النبات، هذا الفطر وظيفته انه يلاقي بوتاسيوم مش متيسر او فوسفور مش متيسر يبتدي ييسره للنبات ويمشيه في الرهيفات بتاعته ويدخله موضوع جذري، تقدر تقول هو بيطبخ للنبات الاكل بتاعه، بمعنى اي مكان فيه فطر الميكروهايزا موجود في التربه فبيبتدي بيقوم بعمليه التحليل ويحول الفوسفور والبوتاسيوم من صوره غير ميسره لصوره ميسره، وكذلك الترايكوديرما كفطريات موجوده وظيفتها هي المايكرو اورجانيزم ازاي انا اقدر ابني بناء للتربه جيد. ولازم نعرف ان برضو من ضمن الحاجات الفيرمي كومبوست او سماد الديدان كميه انزيمات وبكتيريا عاليه جدا. انا جاي لك في المساله دي، انا دلوقتي جالي شاب هنا جاي يتفرج على المعرض ده ويمكن حاطط في دماغه ان هو يبدا مشروع استثماري صغير على قده. انا سمعت وشفت عن موضوع الفيرمي كومبوست، والفيرمي كومبوست حاجه بتتقال على اليوتيوب وشفناها كتير، بس انا عاوزك تبسطها لي، ازاي الشاب ممكن يقدر يعمل مشروع للفيرمي كومبوست في حته حظيره ملحقه ببيته عنده في مزرعته؟ مش هقدر اعملها في شقه ولا في بلكونه عشان مخلفات وريحه، خدت بالك؟ تبسطها لي ازاي؟ الله يخليك. في البدايه لازم نقول ان اول دور لصناعه الفيرمي كومبوست وسمادي ديدان هو المعمل المركزي للمناخ، دكتور ابو سعود كان موجود، فده راجل هو اللي ابتدى المعمل المركزي المناخ التابع لوزاره الزراعه، وزاره الزراعه المصريه، اعتقد هو كان منوط ليهم الانتباه في 2013 و2014 لموضوع سماد الديدان وقطعوا شوط كبير جدا فيه، بس طبعا القطاع الخاص ابتدى يخش بقوه، وكان في 3 4 شركات دخلوا بقوه في انتاج سماد الفيرمي كومبوست. هو ايه بقى الفيرمي كومبوست؟ انا هتكلم، بس انا ليه اعتاب على وزاره الزراعه ان هي مش قادره تعتمده كسماد عضوي، برغم ان في الصوب بتاعه العاشر من رمضان اما كان سيد رئيس كان بيفتتح كان قال ان اعتمدوا الفيرمي كومبوست كماده عضويه مساعده لتحسين خواص التربه، ولكن للاسف احنا عايزين تحليل رسمي معتمد يطلع عشان الناس تشتغل، الناس الكبار اللي هيشتغلوا. طيب الناس عاوزه تعرف في الاول ايه، بتقول انا شايفها على الشاشه، طب وايه الاول الفيرمي كومبوست؟ فيرمي كومبوست هي عباره عن ديدان بتتربى، ديدان ريد ويجلر والتايجر، وهذه الديدان سبحان الله ربنا خلقها وظيفتها ان هي تعيش على مخلفات تاكلها وتهضمها وتدي المخلف بتاعها. خليك معايا في الموضوع ده، شوف العيشه التكافليه عشان ربنا، شوف ديدان انت لو شفتها تعرف منها وتجيب وتقاومها وترشها وتقتلها. اسمع الديدان بتعمل ايه؟ ديدان الفيرمي كومبوست سبحان الله انا بعتبرها زي ما بنقول هي ديدان وظيفتها تعيش على مخلفات نباتيه او اي مخلفات في الحقل، ومخلفاتها بتديني اللي احنا بنقول عليه الفيرمي كومبوست، والفيرمي كومبوست ده هو عباره عن كميه ضخمه جدا من الانزيمات والبكتيريا لا حصر لها،
فعشان كده بنقول الفيرمي كومبوست هيظل هو السماد الأرقى والأجمل على مستوى العالم. يبقى هي ديدان بالزبط. بتعيش على هذه المخلفات، أي مخلفات، أي مخلفات حقلية، أي مخلفات بالزبط. حقلية أو منزلية أو إلى آخره بالزبط. بترميها في الصندوق اللي عايشة فيه الديدان. الديدان دي بتاكل، لما الديدان بتاكل كل كائن بياكل له مخرج معين بالزبط. الإخراج بتاع هذا الدود هو حول كل المادة العضوية والعناصر اللي موجودة في المادة العضوية دي، حولها طلعها لك من ناحية تانية في الإخراج بتاعه اللي هو السماد اللي هيبقى مادة عضوية زي البراز، زي بالزبط. السباخ البلدي، زي الكمبوست، مادة عضوية غنية جدا جدا بكافة العناصر الغذائية السمادية الزبان. بالإضافة إلى الأحماض العضوية، بالإضافة إلى هنلاقي فيها إنزيمات بالزبط. للهضم، هنلاقي فيها الاحتفاظ بالرطوبة. أهم حاجة نجاح المشروع هو توفر الرطوبة باستمرار حوالين الديدان، لأن الدودة ده عامل محدد لنجاح مشروع الديدان. بس أنا ما بنصحش، المشروع دلوقتي بقى مكلف عشان كيلو دود بقى غالي دلوقتي. بكم؟ كيلو دود وصل 400-500 جنيه. طبعا احنا كنا بنجيبه ب 2000 جنيه زمان. يعني الكيلو ده يعمل قد ايه؟ يعني لو انا لو بدات بكيلو دود او ب 10 كيلو دود ب 4000 جنيه. 10 كيلو دود ب 4000 جنيه يقدروا يعملوا لك في خلال 3 اشهر كميه فيرمي كومبوست كويسه، بس لا ترتقي للتجاره. تباع بكام يعني برضه؟ ال 4000 في 3 شهور يعملوا لي كام؟ يعني اولا انت عندك باستمرار اللي بيربي دود في البدايه بنقول له اعمل عمليه اكسار، ما يقدرش ينتج فيربي كومبوست، ما يقدرش. يعني لازم يكسر الدود نفسه. انا عندي 10 كيلو دود، وظيفتك شغلك الشاغل اول سنه، اول 8 اشهر وظيفتك اكسار. ال10 عايزهم يبقوا 20، يبقوا 30، يبقوا 50، لغايه ما يوصل 60-70 كيلو دود. هنا بقى ابتدي اخش في الفيربي كومبوست عشان يبقى اقتصادي في الفلوس. عاوزين صندوق او مساحه قد ايه لل 70000 دوده دول اللي طلعوا في 3 4 7 8 شهور؟ هو عامه المتر المربع بنحط فيه حوالي نص كيلو دود. المتر المربع. متر مربع بالظبط، حط فيه نص كيلو. المربع سمكه قد ايه؟ انا عاوز بالمتر المكعب برضو يعني. لا، المتر المربع، المتر مسطح. انا بعمل نظام الكومات، والكومات هي بتبقى كومه بجيب خيش بفرشه على الارض على طول. بنوفر للناس، ما بنقولش هات بانيو وهات حاجات شبه مكلف. لا، انت لو جبت خيش وفرشته على الارض وجبت قش رز وورق شجر ناشف وحافظ على نسبه الكربون والنيتروجين، مهمه جدا جدا، سي ان ريشيو 1:20. بجيب زي قدرت اوفر زبل الارانب، مهم جدا تحلله لان هو الوحيد اللي سي ان ريشيو بتاعته 1:20 عشان الدود ياكله ويطلعه تاني. بالظبط. فانا بفرش القش رز والكرتون مخلفات كلها، وبرتب الدود بتاعي، وبجيب قلتين ثلاثه قبلهم ميه واحطهم وسط القش ده عشان يعملوا لي الامرجنسي طوارئ. يعني لو الدود حس ان مفيش رطوبه مفيش ميه هيجري الدود يجي جنب القله، وبالتالي انا لو سيت على الدود بتاعي يبقى القله دي مصدر رطوبه بالظبط، يبقى مصدر رطوبه باستمرار. لكن انا ممكن ابخ اعوض الرطوبه دي ببخاخ على مدار اليوم مرتين ثلاثه بالظبط يعني. بس انا بقول الملاذ الامن ليه تحت اي ظروف هيجري عند القله يستخبى لو انا سافرت قعدت 3-4-5 ايام بعيد عن الدود بتاعي. طبعا مشروع حلو جدا، سبحان الله. للقله فوائد اخرى بعد ما كنا لا على فكره هي نظريه لو اكتبوها على جوجل هي نظريه القله، هي قله او دبل ال اي، هي كده. مصر تاني ارجعك للموضوع اللي بدات بيه ده، مشروع استثماري كتير جدا من الشباب. ال 4000 دول اللي انا جبت بدات بهم ب 10 كيلو دود وبتكلفه كمان 1000 جنيه تمام، دول خلال سنه يبقوا كام 1000 دوده؟ هرجع تاني هقول ان انا ما بنصحش اللي يبتدي مشروع ينتج فيرمي كومبوست، انا عايزه هيبتدي دود. انا لو ابتديت بالظبط بعد سنه يكون عنده لا يقل عن في حدود 40 كيلو دود. ايوه، يعني 40 كيلو دود دول يعني في المتوسط ممكن لو هو يعني ممكن يدخلوا له مثلا بتاع حوالي يعني من نص طن لطن. الطن بتباع بكام؟ الطن يعني الكومبوست ده بيختلف على حسب نوع اللي عنده، هل الراجل بيعتني بدود ولا لا، يعني الخام بتاعه طالع ازاي، بس متوسط من 5-6000 جنيه طن. من 5-6000 جنيه. بس احنا لازم لا نغفل ان هو عنده 40 كيلو دود، لو ضربتهم في 400 بتكلم في 16000 جنيه. يبقى معنى كده استثمار مشروع الديدان هو ازاي اعمل اكسار، انت مش بتاع تطلع يعني كوبس. انا كده عظمت راس المال الاصلي بعد ما كانوا 4000 جنيه، 4000 بقى 16000 جنيه، وحوالي 4000 طن يبقى 20000 جنيه. 20000 جنيه ده في سنه بالزبط. بالظبط في سنه بالزبط. طيب ايه تاني بقى خلي الخشب الاي ام 1 الفيرمي كومبوست؟ عندنا الكلوريلا قدامنا. الكلوريلا دي هي طحلب جميل جدا. الطحلب ده
بيدي اكسجين للميه اللي عندهم احواض سمكيه، وكمان في نسبه بروتين 50%. كمان تحلب الكلوريلا فيه كميه كبيره جدا من السيتوكادين والمحفزات النمو، فباستمرار بعمل عمليه تسميد في الميه للنباتات بتاعتي، بعمل انجكشن حقني بيها لاي حد. يعني احنا كنا بنشتغل بالسبيرولينا، بس السبيرولينا غاليه، فالكلوريلا رخيصه، اللتر بتاعها اتباع ب 5 جنيه وممكن انت تنتج فين بقى الكلوريلا؟ الكلوريلا طبعا المركز القومي للبحوث، عندنا مزارع لها في مصر، المركز القومي للبحوث الدكتور ابو الخير طبعا راجل قدير عنده كلوريلا بينتجها، ممكن تشتريها من عند ابو الخير، وممكن في شركات خاصه بتجيب العجينه، ممكن تاخد كيلو عجينه بتبقى تقيله وتحطها في 100 لتر ميه وتدخل لها اكسجين وتوفر لها شويه ان بي كي صغيرين، اصبح عندك 100 لتر كلوريلا اقدر اعملها. وانا قلت لحضرتك ما عنديش مشكله ما دمت بهدف للصالح العام، عندنا شركات قطاع خاص كتيره جدا عملت مزارع كلوريلا او سبيرولينا، مزارع منها الكومي، وادخلوا على النت وهتلاقوا مزارع كتيرة جدا واستثمارات مصرية كتيرة جدا، ودي مشاريع واعدة كلها لصالح الزراعة النظيفة والزراعة العضوية تاني وتالت ورابع. الزائر اللي جاي ياخد قصرية من هنا او يتفق على زراعة بلكونته او جنينته او ارضه، هتقدر تفيده لو ما عندكش كميات هنا هتديله الدليل انه يروح للسورس بتاع المصانع دي؟ انا ريحت نفسي وريحت كل عميل هيجيلنا، عملنا خلطة بتاعتنا اسمها تيرا بريتا، وتيرا بريتا دي فيها كل المايكرو اورجانيزم بتاعنا محمي وكفرد في بايتشار. ما بتكلمش على البايتشار، الفحم الحيوي، والفحم الحيوي ده موضوع كبير لان هو ده البيئه الامنه او الفندق اللي بيستخبى فيه المايكرو اورجانيزم كله. فبالتالي احنا عملنا الخلطه بتاعتنا اسمها تيرا بريتا، ويمكن تيرا بريتا ده مصطلح من حوض الامازون، هم بيلاقوا بيئه لونها سودا اللي هو خصبه جدا، فاخدنا المصطلح ده وعملنا بيئه تيرا بريتا فيها حوالي 12 نوع من المايكرو اورجانيزم، حطينا فيه روك داست مخلوط عناصر الاهرام، وحطينا فيه دولومايت، وحطينا فيه دولومايت، وحطينا فيه روك داست، يعني خلطه عناصر معدنيه بركانيه مع بايتشار مع العناصر دي كلها، عملناها في كيس واحد، وبالتالي الكيس ده تحطه للنبات يقعد 6 أشهر نبات مش محتاج حاجه. مفيش مصطلح هيعدي واسيب المشاهد من غير ما فكهوله، البايتشار ده فعلا قصه طويله محتاجه حلقه لوحدها ساعه، لكن بأقل وصف أنت لما تجيب أي مخلفات عضوية قاسية زي أوالح الذرة أو سرسة الأرز، غلاف الأرز الشعير، أو تأليم الأشجار المجفف وتخليها سنتي 2 سنتي 3 سنتي، دي بتحطها في أفران درجة حرارتها بتتراوح بين 350 إلى 380 درجة، ويتم الحرق بمعزل تماما عن الأكسجين، مفيش أكسجين نهائي، وتقعد الفرن ده شغال من 8 إلى 12 ساعة، يطلع لك في النهاية منتجين. المنتج الأول بيتقطر اسمه خل الخشب، وده ليه 300 فايدة في الزراعة وفي الصناعات الأخرى، والبيوتشار اللي هو الفحم الحجري المطحون اللي بيستخدم كبيز عضوي لتحميل عليه أسمدة عضوية تخلط في الأرض. من أهم فوائده إن الجرام الواحد فيه بيختزن سوائل تعادل 200 متر مربع مسطح في الأرض، يعني بيختزن مية، واللي يختزن مية بتبقى المية دي محملة بالعناصر، فيبقى عامل زي جيب الحاوي، كل ما النبات يحتاج ينزل نقطة مية ينز من العناصر الموجودة فيه، بنسميه سلو ريليز أو الذوبان البطيء، وده بيخلط مع المادة العضوية في التربة تحت الأشجار أو تحت الزراعات فيما يخص مصاطب الخضر، وده بالفعل بيوفر في الري وبيوفر في إضافات الأسمدة الكيماوية وبيعظم الاستفادة من الأسمدة العضوية، وبالتالي يزيد الإنتاجية المحصولية. في نهاية هذه الفقرة بشكر المهندس محمد عاطف ابن من أبناء مدرسة الزراعة العضوية في مصر، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا سعيد على خير، سعيد انك شرفتني، الله يخليك. شكرا. وبكده حضرات السادة المشاهدين بالفقرتين دول أكون غطيت على الأقل بشكل حتى نظري فائدة هذا المعرض اللي بنعتبره، بقول سوق متكاملة للزراعات الجمالية والمحصولية سواء في البيت أو في الغيط، في البلكونة أو في الجنينة. بشكركم حضرات السادة المشاهدين زي ما شكرت ضيفي المهندس محمد عاطف، وألتقيكم في حلقات مقبلة على خير، تصبحون على ألف خير.